بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم جديد من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس. روى ابن حبان في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطا، فالقيراط مثل أحد. يعني قلت اللهم صل على محمد، خدت في جزء من الثانية حسنات وزن جبل أحد. وزن جبل أحد 45 مليار طن. ولو قلت اللهم صل على محمد وكررتها 100 مرة بعد كل صلاة في دقيقتين، يبقى هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة كل يوم، هيتحط لك في ميزانك 500 جبل حسنات. حديث صححه ابن حبان، حديث صحيح. 500 جبل حسنات في أقل من 10 دقايق كل يوم. ده مش كده وبس، هناك أيضا حديث رواه الإمام أحمد، بس احتسب الأجر ده: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها وملائكته 100 صلاة. ده الحديث المشهور 10، لا ده ممكن 100 كمان، بس احتسب الاجر. في ناس ربنا هيصلي عليهم 100 بكل صلاه. يبقى انت لو صليت، لو قلت اللهم صل على محمد كل يوم 500 مره، قسمتها 100 مره بعد كل صلاه، يضرب 500 في 100، يبقى ربنا هيصلي عليك والملائكه 500000. 500 في 100 يبقى 50000 صلاه. لا ده مش كده وبس، ده بكل صلاه يرفع عليك 10 درجات في الجنه، يعني اترفع لك 5000 درجه بال 500 صلاه دول. ومن زاد فبحسابه، صليت 1000 اضرب في 2 في هكذا. شوف الصبر العظيم. يبقى في جزء بسيط جدا من الثانيه بتاخد قيراط وبيترفع لك 10 درجات، وفي دقيقتين ب 100 صلاه بيترفع لك، في دقيقتين ب 100 صلاه، في 100 صلاه بيترفع لك 1000 درجه في الجنه، وبتاخد 100 جبل حسنات. وزن الجبل، وزن جبل احد اللي هو 45 مليار طن. ثواب عظيم جدا، فضلا عن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه اقتركم عليه الصلاه. لذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصه. ممكن واحد، ممكن عملك ما يوصلكش للفردوس الاعلى، بس يكون من المكثرين من الصلاه، فالرسول يشفع لك شفاعه خاصه ليك انت، عشان انت كنت بتكثر من الصلاه عليه، عايز يرد لك الجميل، فيقول لك يا رب، فيقول يا رب ارفع خليه معايا، لانه كان بيكثر من الصلاه عليه. فربنا ما يردش شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزئية دي، شفاعات خاصة مش شفاعة عامة، شفاعة خاصة للمقسمين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ريت تحتسب الأجر ب 100 صلاة، تحتسب الأجر بأن ربنا كتب لك كل واحدة قيراط، وتحتسب الأجر إن ربنا صلى لك 10، يرفع لك كل واحدة منهم 10 درجات في الجنة. والدرجة، درجة في الجنة معناها مملكتك في الجنة، يعني بترفع من 500 صلاة دول ترتقي 5000 درجة في الجنة. طبعا في وترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، المكثرون من الصلاه يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا امر مجرب. ف يا ريت تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتسب الاجور اللي قلتها لك دي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبة له عند الله. فاللي ما يعرفش الكلام ده ويحتسبوش غير اللي يعرف. يبقى انا لما بعرف واحتسب الاجر ده كانه بقول يا رب اديني، يقوم ربنا يديني، يعني انا بحتسبه. احتسب انه بكل واحده جبل، بكل واحده 100 صلاه، بكل واحده 10 درجات، وهكذا. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.